I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا يعني خلاص اقتربت على التي 4. دلوقتي هعمل اخلص المباني بتاعت التي 4 واعمل المسبح. خلاص القنباوي بفخ حشود. فجاي حدث يا شباب، يعني ساحة التنين في تحديث فيها هيديك جواهر هجوم مشاة وهجوم فرسان وهجوم رماة، جواهر ترصيع. تمام؟ فأنا مش عارف نظام الجواهر ده هيبقى عامل ازاي، يعني هل الجواهر دي هيدونا منها نادر ولا هيدونا شائع بقى وانت ترقي في الجواهر واحدة ورا التانية، انا مش فاهم. بس ايه، من ناحية التحديث فهو تحديث حلو، هينفع المجاني واللي بيشحن، لان هو ساحة التنين انتوا عارفين، يعني ساحة التنين دي انت كله بيهبط فيها يعني. فحدث يعني من الاخر بصراحة. بس فبص، شايفين المليون جوهرة يا جدعان بيطيروا؟ مليون جوهرة الوداع. كنت عارف ان انا هودعكم، بس ما كنتش عارف ان انا هودعكم بسرعة كده. ماشي ماشي يا بلد. المهم انا في مشكله غريبه، تيمو عمال يعمل لي من شيء. دلوقتي في ناس بتقول لي ان انت لو عملت الفخ 12 مليون مستحيل تبلع، هتصد. الكلام ده لو انا هنزل ضد ممالك تايتانيه. تمام؟ انا هنزل في ممالك حرفيا هيحشدني عبده زلطه، خالد كمترا، اسماعيل زغلول، كل الناس دي، عمك صبح زعامه، كل الناس دي. وهتلاقي عادل شكل هناك، يعني ناس شكلولو، يعني ناس مستواها ضعيف، يعني ممكن يكون اللي حشدني انا معداتي اقوى منه، واخدين بالكم؟ فعشان كده انا فاتح صدري، فاهم اللي هو ايه داخل. فانا هنزل ممالك الشكلولو. تمام؟ لكن انا هنزل في مملكه مثلا فيها واحد فول شامبو وانا جيش 12 مليون ومعدات استثنائي ونادر، عايزني انا الغلبان الكحيان العدمان اصد منه؟ انا ممكن اصد منه، بس يعني انا هعمل له كاونتر وفي نفس الوقت هبلع لي بتاع 2 مليون قتله، مع ان انا اعمل له كاونتر وصده صح، بس هيعمل لي 2 مليون بس كده. ايه تقول له عم الحاج ده موجود، واخد بالك؟ ايزي يا باشا، ايزي، طير لي يابا 2 مليون 14 اللي انت عايزه، طير هجيبهم تاني وهنزل اغلس عليهم. بس فانا الله وكيل، يعني دول هيفشخوني جواهر. شوف الكلب ده والكلب ده، يعني انا عمال شغال عليهم، يعني حرفيا هيفشخوني جواهر. يا لهوي، بص الجواهر بتروح اهي. We'll be right back.
الكاميرا مشغل الكاميرا. استنى استنى اديك اللقب بتاعه ولا هتعمل بالتكنولاب؟ اعمل بالتكنولاب ملوش لازمه. طب يلا دي انا كده بص الانشاد اصلا خرب وبيت انت يعني. يتفخر حشود مع صوت المقصود بس يا كلب البحر. سمي سمي الله يا عم الحين بدل ما تاخد ايوه فخ عادي ادي 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 دول في العشر ادي دول في العشر بسم الله نبدا بالفرسان. ايه يا كلب البحر استنى بدل ما تاخد جنج من ال اتش تاخد حفله منهم الحين يلا يا بطيء يا بطيء هو سكت ليه؟ وقف مره واحده يا لهوي عليك انت عيل بطيء والله. ايه يا عم كنت بقفل البتاع حط التوت على الفيديو احسن ما هكرك توت ايه يا هو ما هحطه باغاني اساسا اكيد ما هحطه بصوت اكيد يعني او شكله هيحط يابا انت يا يابا ان بعض الظن اسم والله في دي معك حق فيها ان بعض الظن اسم يا خميس يا ابني انا اذا كنت بقس عليك انا بقس عليك عشان حاجتين نمره واحد عشان مصلحتك ونمره اتنين يابا عشان كدبوا ابني كلب حطه بصوت الخسيس ويبين الشتائم يلا انزل على الصحه بقى استنى بس احا قوتي عمو امال انت مالك انت عارف انا مين اللي ضحك عليك وقلك الاقتصاد يا سطوف هينقصك اقتصاد بسم الله ها دي المشكله لازم تعمل صحه الحصار دي لعبه لازم خرطه ومكس تصدي بقى ويا لهوي على الدلع مجروح مخنوق والدنيا مش عارف صحه الجيه ابدا بالصحه اخيرا هي هي يا عم ما انا عارف بس عشان ايه فاهم ارفع 4 مليون قوه يا لهوي عليك يا سطور هتكفل بيت 4 مليون ونص اطلع شوف القوه اطلع شوف القوه 4 مليون ونص زيهم فوق دخلت 200 اوه الله يستر بس اثبت على كده بقى اثبت عشان ما ترفعش لل 200 اثبت اثبت مش هيفتح التيفور يعني ممكن يسرحهم عادي اجي لك يا مصطفى ولا ايه تعال انا ما عنديش مشافي ما عنديش غير مشفى واحده احطهم لك ايه ده انت انت ار فورورد انت ار 3 طب حلو يا ابني معلق على البوز انا هطلع لك انا هطلع استنى طيب نرجع حد بص احيان خمس حدود بس يا مصطفى ما عنديش غير خمس حدود اه هضربك بوحش عايش عايش للاسف رجع عنقاري انا عندي مهمه كلب البحر انت هتحط رماية صح لا هحط لك بليون تي 3 حط بالكات حط 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 عشان اخده يلا يا دي يا ابني اضرب انت هتحط هنا يا لهوي اضرب مشاة يا ابني اما استطلع بس عشان انا حاسك هتغدر يا اضرب مشاة قبل البحر شوف لك ما مصدقكش الجبان بص الجبان يعني هيصدك بتيكو مثلا بص الجبان بص بص معدات المشاة بتاعته مضحكه يا اصل المعدات دي كلها واقفه تخيل واقف على قلت 5 الكلب الا الكلب بص 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 زي ما كنا قتلت له يعني اقول ايه طيب العب العب بص بيسرع كمان اه يا ابن اللذينة اه بتوقع دي 6 مليون قوة يا لهوي يا جدعان ده راحوا لك قتلة يا عيني انا مش اسف يا اسطى حطهم في مخيم يا مصطفى حطهم في مخيم مش هي محدش هيعرف ينقل يا حبيبي يا عم ليه؟ انت ليه؟ امان امان ليك يا عم انت مش بتاعي جنب قائد يا حبيبي انت هتبقى حاطط مخيم هينقل مكان ايه يا ابني ايه اللي يخاف من العفريت يطلع له استنى نشوف الملجا كده انقاص بكام الملجا اه ده راحوا هنا يلا يا شهاب دلوقتي هيروحوا دلوقتي هيروحوا افتح كده لا راحوا هنا برضه نزلت ستة تانيين انت ده بيدخلوا هنا ايه الغلاسه دي طب ما قلنا وهذا اللي انا بقوله يا مصطفى مش عارف انت بتتذاكى ولا انت بتعمل ايه انا بقول لك يا واد ثانيه كده نشوف المهمه دي فاضل لها كام عشان المهمه دي تعبتني نفسيا ايه ده المهمه خلصت طب سلم اعمل نوسروس يا عم نوسروس مش هتتحسب نوسروس ما تحسبش ده بجد عشان انت بقى ما مالكش فيها ومنوب ما تعرفش الكلام ده
ماشي بس انجز بتاخد بس. بتاع دشاب اكس بي في تحت، باخد انت تمانية داخل وخمسين بي تي ألف تو. ايه هي بي تي تو تحت او تي ون؟ تي ون. ثانك يو فيري تاتش. انجز يا بطيء على هجبلك، البطيء. حطيت لك حطيت لك وحوش عشان احسك ان انت بتحارب لكلب البحر. بص رفع قوته، بص رفع قتلك يا يا عز. اسطى بص، انا رفعت قوتي، انا شايف، انت شايف قوتي بقت كام؟ انا كنت مليار مية ومش عارف وعشرين، بص انا رفعت فشخ، ضربت حبة جيش حلوين بصراحة. قول تي فايف اللي ما عندوش دي. ليه المنجنيق ما عرفش يشهب؟ هيبلعك يا ابني انا، بتسكيبس انا خالص. حاطط، انا حاطط الهجمة كده والله، انا حاطط الهجمة كده، ولما باجي اهجم بفعل حجم جيش فبحطها تي فور واهجم على طول، فاهم؟ يا عيني يا لسه عيني عندك تاني؟ يا عيني على الولا. نعم يا عيني يا 400 عيني ألف يا لهوي، ده أنت عيل غلس شهاب. انا هحط لك القائد ورجعت بتقريرك. يا عم. تمام يا عم، لو ما عمل، لو سيرفايف قشطة، يلا والله يلا. طيب طب انا هحط لك ده فرو. ما تحدي، تحدي على 100 ألف جوهرة اللي أنت عايزه. يا عم ايه ده؟ ليه يا عم؟ لا لا انا هحط لك فرو. ما تمام، واتحداك ان انت تدمرهم. ماشي يعني مبلغ، يعني تحداني ان انا ما اخدش القائد بتاعك، صح كده؟ اه تعالى يا عم، تعالى يلا ادخل وريني. يلا حط مع التلاتة كسر. يلا تعالى لا استنى، هجمت بالغلط، تقلولي تعالى fuck you انت حاط معدات ميكس مش روما يا هبل. ما مع هو ما ميكس عندوش، يا ما عندوش جلال. هو ما يا عندوش شعر، نوع يا عم، اقعد بقى. ما يقدر يحط النوع، يقدر يحط النوع. هو ما عندوش معدات نوع اصلا. مش هيقصر بطل يا جدعان، طول ما القائد محطوط مش هيقصر، انا متأكد. او هيرجع بعنكبوت. ما عنديش عنكبوت يا عم، جزبك مش خد عارف القائد الكلب اللي فات مات، عفى الله ما عن سلف، بس احنا لازم نحب بعض يا ابن الذين. يلا حط 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 وبرجعه لك بعدين. يلا كفوت مصطفى كاونتر يا مصطفى، اتكلم. طب وريني التقرير يا شهاب، ما اكيد عشان دخل فول تي اكيد 5 هيو، اكيد هيوريهولنا. وفول تي 5 ضد تي 3 يا حبيبي انت، يا حبيبي انت عامل لي ضرر 3223 الضرر الاجمالي بالمصابين بالبتاع يعني. يا عم اقعد يا عم، تعال هبيد وربي. حط حط اللي بيروحوا هنا يا جدعان في ايه؟ انت ما بتسمعش الكلام يا حبيبي، ممكن تسرحهم والله. ده تي 2 ضد تي 4 هيخش بتي 2 طبعا، هيخش فردي كأنه هجمة فردية يعني، مش حشد. هيخش بتي 2، هيخش تي 4. تي 4 تي 4 وانا مواهب، مواهب زراعة، تي مواهب 4 زراعة. اخش بتي 4، خش بتي 4. ايوه تي 4 تي 5. ومين؟ لا مش هياخد القائد، لا فردي اللي يعني، تخش ب 375 مش تخش ب 2000. ماشي يا عم، وانبسطيت يا جدعان. هتخش يا شباب، ما فيش حد يدخل فول تي 4. خش رماه. طب انا هحط لك مشاه وورينا هتولعني ازاي. استنى يا عم، هيولعك بلاش يا هياد، يا عم اقعد ساكت بس بتصطوزك ده. بص انا الصحة، بص المواب عاملة ازاي عندي واصلعه واصده. بلاش يا هياد، هي هيطلعك. طب هنشوف، لأنه شهاب داخل غلط اصلا، بس هيطلع. هنشوف 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 هنشوف. صدقني 375 يا دي بلعته. ايه انت ايه يا بلعتني؟ بلعته يا ديني، فضيحتك يا شباب هتنزل على اليوتيوب. ده بالفرسان، شغل الكاميرا، شغل الكاميرا تيو. بسم الله ودي. ايوه انت فوت يا زلمه، فوق. سم الله، بسم الله، دي ودي ارزع. اعتقد انت لازم تفتح المدمر، لازم تفتح ان ما انا لازم الله. افتحها عشان خاطر انزل تحت. بس سيبك، تعالى دلوقتي عشان ادرب شويه جيش ونعمل الفخ. اعمل 1000، اعمل بتاع 2000 من كل نوع. تعالى اديله يا وصي يا هامد، اديله زعيم عشان ادرب. Oh, I got lost on the way to you.
in an orange sky by the ocean. يلا على السلامه يا زميلي. يلا على السلامه يا صاحبي. اقسم بالله صاحبي يا جدع رزق، والنصابات لعبت صح، والمافيا كلت الطوع، والدراما ماشيه مظبوط. ده انا نفسي صدقت انكم اخصام. ايه ايه اخصام؟ يعني اعداء. عداوه يعني. اخصام. دي البدايه، دي لسه، دي لسه احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن؟ قول لهم ان احنا بنسخن. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken. I am you.